أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قم للمعلم وفه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. اللهم صل على سيدنا محمد المعلم الأول واللي بيمشي على نهج الرسول عليه الصلاة والسلام، وفعلا بده يوصل رسالة لهالجيل. بالتأكيد لازم يبتكر ويبدع ويحب التعليم ويشتغل هذه المهنة عن حب وشغف. مشاهدينا، كما قدمنا من خلال مقدمة الحلقة، كان إحدى فقراتنا قبل أيام عن معلم في إحدى المدارس ينشد لطلابه، بيطلعهم من الساحة للصف وهو عم ينشد لهم ويرددوا وراه، ويستخدم معهم وسائل كتير جميلة وممتعة في تقديم المادة لهم. هالأستاذ صراحة لفتنا وحبينا أنه يكون ضيف استوديو عندنا لليوم، ليكون نموذج للمعلم الذي نريد، الأستاذ أحمد أبو شندي. أهلا وسهلا. أهلا، حياك الله. الله يكرمك. تقبل الله الطاعات ومنكم إن شاء الله. كل عام وأنت بخير. وأنت بألخير. بيتك عامر ومدرستك عامرة وصفك عامر. الله يكرمك. وقلبك عامر بالإيمان إن شاء الله. وإياكم إن شاء الله. حيا الله يا أستاذ أحمد، وأنت مدرس المراحل الابتدائية. صحيح، الأساسية. نطلع نشوف هالتقرير عنك أول. تمام إن شاء الله. وبعدين نرجع لنكمل حوارنا أو نبدأ حوارنا. مشاهدينا، نشوف هالتقرير عن أستاذ أحمد ونرجع. إن المعلم للشعوب حياتها ودليلها وعطاؤها المتفاني، فإذا سألت عن الشعوب فلا تسل، عن غير هاديها فذاك الباني. من هنا، من المحضن الأول حيث نشأ وتعلم، يبدأ الأستاذ أحمد أبو شندي يومه المليء بالحب والعطاء، متسلحا بسعيه لتحقيق رسالته السامية في القيام بأجل وأسمى مهنة على وجه الأرض. شو أخباركم؟ الحمد لله. كيف حصتنا اليوم؟ حلوة ولا بتجنن؟ بتجنن. منطلقا من أسرته التي زرعت فيه قيم الخير والفضيلة، وبدعم من والدين هم أصل التنشئة والتربية والتوجيه في حياته. أحمد ابني، أنا بعتز وبفتخر أنه المعلم ناجح، معلم مبدع، معلم متطور، يبني أجيال، يصنع أجيال، ويبني أيضا أوطان، لأنه بصناعة الأجيال تبنى الأوطان. فأحمد أصبح إنسان مبدع وإنسان متميز في أعماله، ولأنه تعب حاله. الميزة في أحمد أنه بيستخدم الأساليب التطوير الحديثة والتعلم الحديثة في التعليم. يدرك أحمد المعلم في واحدة من مدارس الوطن الذي يحب أن من أراد أن يصلي عليه رب السماوات والأرض وأهلهما والملائكة، لأنه يعلم الناس الخير كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يقدم هذا الخير على أكمل وجه ليليق بالمقام العالي والمنزلة الرفيعة التي وعد. بين مناهج طلابه ودفاترهم والإنترنت ووسائل البحث، وبين الاستوديو الخاص به الذي يحول فيه مواد طلابه إلى مقطوعات إنشادية جميلة، ينتقل معلمنا وغايته أن يقدم مادته للتلاميذ في أحدث وأجمل وأمتع أسلوب، باذلا وقته وجهده وموهبته في الإنشاد والتلحين، ليوصل العلم لأبنائنا الطلبة ويرسخه في أذهانهم وينور به قلوبهم ودروبهم، ليكون نموذجا للمعلم الذي نريد. هنا في مدرسته التي يقدم فيها نتاج علمه ومبادئه وإبداعه، يضرب أحمد أروع الأمثال في حب المعلم لطلابه وحبهم له، ويضرب نموذجا آخر للتعاون والاحترام في بيئته التعليمية والوظيفية حتى مع إدارته وزملائه، لينال محبتهم وتقديرهم. كيف لا؟ وهو الذي لا يدع فرصة إلا ويستثمرها ليقدم الخير والفائدة، فيكون مصدرا لهما في ميدانه، متسلحا بإيمانه العميق بأن صورته كمعلم وما يزرع في تلاميذه من علم وتربية وتوجيه سيكون له الأثر الكبير في تشكيل فكرهم وهويتهم
وسلوكهم. تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني أنا لو كنت طالب عندك يا أستاذ أحمد بجيب من الأوائل. إن شاء طيب الله. إحنا بدنا أول إشي نوجه تحية للوالد والوالدة قبل ما نبدأ حوارنا، وبدنا نشكر زميلتنا آية صغير على هالتقرير الحلو الجميل. أكيد. يعني نبدأ من تخصصك أستاذ أحمد وسر هالشغف في مهنة التعليم. والله شوفي أنا بشكل عام يعني أي شغل بشتغله بحب يكون فيه إبداع شو ما كان الشغل. جميل. ومصدر هذا الإبداع زي ما شفته زي ما تحدثت الوالدة والوالد هم فعلا مصدر الإبداع، وأي حدا يعني اختلط فيهم بعرف أنه مصدر الإبداع هم إن شاء الله. الله يحفظهم. وإخواني طبعا كل تحية لهم، مالك وهيبة وبشرى كمان دايما بدعمونا بكل قدراتهم. فأنا زي ما حكيت لك دايما بحب الإبداع في أي شغل بشتغله. دائما بعرفش حتى في التقرير اللي حكيت لكم إياه أنا بستخدم أسلوب التعلم بالحب. حلو. التعلم بالحب هو أفضل طريقة للوصول إلى الإبداع. دائما نحكي إذا بتعمل الإشي اللي أنت بتحبه راح تبدع فيه. صحيح. فأنا بستخدم التعلم بالحب، بيني وبين الطلاب تكون علاقة ود ومحبة. طبعا الحمد لله كمان على الصفحات على السوشيال ميديا يعني كل المتابعين بدعمونا دائما، كمان بنوجه لهم كمان تحية ما شاء الله عنهم. يعني احنا بنوجه تحيه للي وجهت لهم تحيه. انت أكيد. يبدو الابن الثاني في البيت مش الاول صح؟ انا مالك. اصغر واحد الرابع. انت الاصغر ما شاء الله. اذا هاي كمان تحيه لاخوانك وبشرى. أكيد أكيد. طيب تخصصك، وانا بعرف انه الشباب بضوجوا بسرعه يعني الصوت الضجه الازعاج، يعني احيانا الاخت بتيجي على بيت اهلها معها اولادها ما بيصدقوا الشباب وهي تروح تاخذ اولادها، فانك تضل بالصف مع الطلاب وشغوف بالمهنه وتنشد لهم، فهذا شيء غريب. والله بكل صراحة يعني أنا في سؤال طالب سألني إياه قبل فترة، كنا رايحين على مسابقة مشارك في مسابقة رياضيات، فبحكي له أستاذ أنا نفسي أفهم، هو طالب صف ثالث عندي بالصف، بحكي له أستاذ أنا نفسي أفهم أنت ليش بتعامل كل الأولاد زي كأنهم أصحابك. يا سلام. فأنا هذا السؤال فعلا يعني كثير كثير أثر فيي. فأنا فعليا أنا بتعامل مع الطلاب كأنهم أصدقاء وإخوان، مش كأنه أنا أستاذ وأنا يعني ما في حاجز بيني وبين الطلاب. جميل. بشتغل على الموضوع النفسي قبل ما أشتغل على الموضوع الأكاديمي. لأن الموضوع النفسي أكيد أكيد خاصة أنه أنا أول ثاني ثالث. صحيح. تخصص الابتدائي بدك تحبب الطالب في المدرسة وفي الأستاذ لحتى يحب ويبدأ. أنت معلم صف أستاذ أحمد؟ أنا معلم صف، معلم بدرس صف. كل المواد إلى الإنجليزي إلى الصف الأول والثاني والثالث. ما شاء الله. صحيح. ما شاء الله. الأساليب اللي بستخدمها دائما أساليب جديدة، تعلم عن طريق اللعب. طبعا الحمد لله صممت كثير ألعاب، والأناشيد كمان بلحن لهم أناشيد. طيب بما أنك عم تحكي عن التصميم وإحنا أمامنا وسيلة تعليمية، أنا صراحة لفتتني ولما شغلها أحمد مشاهدين عن جد كان شيء ملفت وجميل. طبعا. خلينا نشرح عنها هاي. طيب. واحدة من الوسائل يعني. جميل. هاي إحنا بنسميها الكرة الهوائية. طبعا هاي الوسيلة بتزبط لأي صف ولأي موضوع، يعني مش موضوع معين، بقدر أستخدمها لأي صف ولأي موضوع. طبعا هي فكرتها عبارة عن سشوار. سشوار عادي، لكن بنفخ الهواء للأعلى لحتى تظل الكرة بالهواء. رح نفرجيكم المثال بعدين نكمل شرحها إن شاء الله. بنشغل. شو حلو. تمام. طبعا هاي فكرتها كالآتي، أنا بكون حاطها مثلا على طاولة وبعديها بيكون في عندي زي صحون أو كاسات بيكون فيهم ماء ملون وكل صحن له رقم. تمام. بيجي الطالب أمامها هون بشغل وبحط الكرة بتضلها في الهواء، لازم ينفخ عليها تيجي جوا واحدة من هاي الكاسات أو الصحون. تمام. فلما تيجي جوا كاسة مكتوب عليها رقم 4 نقرأ له سؤال رقم 4، بكون أنا مجهز مسابقة ألعاب. إذا بفوز فيها بعطيه بقدم له هدية. طبعا هاي يعني هي مدخل لموضوع أو لأي موضوع بتزبط. لأي موضوع يعني. جميل. هي عبارة عن أرقام وأي حد بيحط أي سؤال بده إياه. يعني لأي مادة بتزبط. طيب كمان. هذا الحكي بيساعدوك فيه إخوانك في الأشغال. والله هاي ساعدتني فيها الوالدة بكل صراحة. ما شاء الله. يعني أنا أعطيتها الفكرة وكذا. الله يكرمك. الوالدة مبدعة في هيك شغلات في تصميم الوسائل، فهي اللي ساعدتني والله فيها كاملة ما شاء الله. شوفوا احنا مشاهدينا لما بنحكي انه الاباء والامهات لما بيكونوا داعمين لابنائهم ومتفهمين لحبهم ولا يعني الشيء التخصص اللي هم فيه اكيد الابناء بيبدعوا. فهي والده ووالد الاستاذ احمد أكيد. من اكبر الداعمين، عشان هيك هو عم يبدع. صحيح صحيح. طيب التحديات والصعوبات، أنا بعرف إنه وقت الحصة مثلا محدود، بدك تخلص المنهاج، بعد كورونا صار في أو أثناء كورونا صار في ضيق في الأوقات في تعلم عن بعد، كيف أنت قدرت
أنك تتجاوز هاي التحديات أو لا زالت في بعض التحديات؟ والله يعني الحمد لله طبعا أولا وآخرا، فترة الكورونا كانت جدا صعبة على المعلمين وعلى الأهالي وعلى الطلاب، على الكل طبعا أكيد. بس أنا بدي أحكي كمعلم يعني. نعم. أنا كمعلم أنا صرت أحكي الهم كيف بدي أوصل معلومات إلى الطلاب. صحيح. يعني ففكرت في الموضوع وشك. صحيح، هي هاي كانت يعني انطلاقتي في الكورونا. عملت استوديو عندي في المنزل يعني اللي شفناه بالتقرير. أيوة اللي شفته في التقرير، هذا بغرفة الشخصية طبعا هذا الاستوديو. فشوي شوي تعلمت على المونتاج وصرت أعمل الدروس. كتعليم بعد الكورونا أكيد لاحظنا في يعني أثر الكورونا على الطلاب كان جدا يعني واضح في مستواهم بشكل عام. يعني أنا بحكي فعلا كان تحدي قوي يعني للمعلمين، والجهد السنة هاي يعني أنا بحكي مضاعف. لكل المعلمين مضاعف عن ثلاث سنوات سابقة. صحيح. والله بدكم تعودوا بالضبط. بدي أوجه تحية لكل المعلمين يعني من هذا المنبر، يعني ما شاء الله عنهم. يعني المعلمين أكيد كل واحد بيجتهد وبتعب. إحنا بنضم صوتنا لصوتك، وإحنا من خلالك عم بنوجه تحية لكل معلم. أكيد. هو فعلا أكيد. حريص على أن يوصل رسالة التعليم لكل الطلاب. صحيح. وكمان بس تنويه يعني كمان تحية لأولياء الأمور، لأنه أنا بعتبرهم كمان كانوا معلمين خلال هاي الفترة. نعم. اللي كنا فيها. يعني أولياء الأمور لما يلاقوا أستاذ زيك. أكيد. يا الله يكرمك يا ربي ما شاء الله، أكيد حيكونوا سعيدين جدا. الله يحفظكم يا ربي. نعم. طيب يعني أنا بدي أسألك سؤال هيك خفيف الظل السؤال. تمام. يعني أنا عندي ابن مثلا دكتور صيدلة، لما بيجيب الأدوية على غرفته وبتكون غرفته مليانة عينات أدوية أو مثلا أدوات الجيم والحديد أنا بضوج. تمام. فضولي هالغرفة، أنا ما بحب الفوضى. والدتك ووالدك وأختك مثلا بتفوت تضب الغرفة، ما بتتضايق من إنه هالوسائل والاستوديو وكذا؟ بصراحة والله بصراحة إلا ما في تحديات أحيانا. شوي مرات أكيد الوالدة، بس زي ما حكيت لكم هم بدعمونا دائما. دعم. يعني ممكن أنا لما أحكي لهم فكرة معينة يحكوا لا صعبة تطبيقها، لا هون مكان مش مناسب، لكن بعد تطبيقها لما يشوفوا نتائجها وتأثيرها بتشجعوا ودائما بيكونوا داعمين لنا ما شاء الله. نعم. عنهم ما شاء الله. الله يكرمك. يعني زي ما حكت الوالدة في التقرير، يعني أحمد بأخذ يعني أغلب المناطق اللي في البيت مستغلها أحمد. يعني هون دروع وهون وسائل تعليمية هون. يلا أحسابه يا المالك، أحسابه البيت. بس إن شاء الله لهم الأجر أكيد. إن شاء الله يا رب مأجورين. طيب أحمد، إحنا بدنا رسالة منك لكل معلم. شو الرسالة اللي أنت بتوجهها له؟ ورسالتك لكمان الأهالي كيف يكونوا داعمين لما يشوفوا احيانا في معلمين بس اهالي عفوا بده المعلم ينهي المنهاج لابنهم باي وسيله، فشو رسالتك لاولياء الامور وللمعلمين؟ والله كمعلمين انا يعني بعتبر حالي اصغر معلم فيهم، يعني كل احترام لهم. دائما بحكي لهم يعني خذوا التعليم كانها مهنه اخذتوها عن حب، لانه راح يبدعوا فيها ان شاء الله. نعم. وما راح يكون في ملل شو ما كانت الظروف. يعني انا لما ادخل على الطلاب شو ما كان معي ظروف برا انا راح انساها، راح ادخل. نعم. بنفسيه حلوه مع الطلاب. فحبب الطلاب فيكم إن شاء الله رح يكون تعليم جدا تفاعلي ورح تكونوا مؤثرين. نعم. فكلمة مؤثر هاي جدا مهمة في يعني خلال هاي الفترة اللي إحنا موجودين فيها. بالنسبة لأولياء الأمور، أولياء الأمور لازم كمان جهودهم لازم تكون موجودة معنا، لأنه عملية التعليم هي عملية تكاملية وتشاركية بين معلم. صحيح. وولي أمر وبين طالب وبين بيئة مدرسية. نعم. فكمان لهم دور كثير كثير مهم إن شاء الله. موضوع ختم المنهاج يعني ما بنركز عليه بقدر الاستفادة من المواضيع اللي مطلوبة من المنهاج، وأنه يتقن المهارات الموجودة في المنهاج. أكيد. في مختلف المواد التعليمية، فإحنا بنركز على يعني إتقان المهارات، لأنه جميل. كل إشي بنبنى عليها في المستقبل. نعم. يعني هو الإدارات غالباً بعض الإدارات المدرسية بهمهم إنه المنهاج يخلص بغض النظر، عشان هيك أنا سألتك هذا السؤال. صحيح. هو المناهج برضو تحدي، هي المناهج تحدي خاصة في الظروف اللي إحنا فيها، العطل الهاي، وقت الحصص كمان برضو تحدي. فإحنا بنحاول يعني نختم المنهاج، لكن يعني نوصل الصورة للطلاب ونوضح الفكرة ونخليهم يتقنوا المهارات. جميل. يعني. طيب أحمد، في حياتك أستاذ علم وكان له بصمة معلم، وأنت يعني حابب إنه أنت تسير على منهجه مثلا؟ والله في كثير معلمين يعني. نعم. هاي فرصة توجه لمعلمينك كمان تحية إذا بشاهدوك. في كثير معلمين طبعا، أولهم الوالدة والوالد. أه. يعني هم أهم معلمين يعني علمونا.
معلم كل اللي درسوني في المدرسة الابتدائية، يعني من أيام الابتدائي، حتى في معلمة بتذكرها اسمها نعمة درستني بالصف الأول. نعم، تحية لك يا مس نعمة. أكيد إن شاء الله، وكل المعلمين اللي درسوني أيام المدرسة أنا للآن بزورهم ودائما بسلم عليهم وبفتخروا يعني فينا الحمد لله، والدكاترة اللي درسوني في أيام الجامعة. فمش حاب أخصص معلم معين، كل التحية لجميع المعلمين لأنه بعرف كثير معلمين وعلاقاتنا طيبة. يعني معهم. إحنا كمان بنحيي المعلمين اللي زرعوا في الأستاذ أحمد حب إتقان العمل وإنه يحب التعليم وإنه يعلم غيره الخير ويتقن أن يوصل رسالته من خلال هالوسائل الجميلة اللطيفة. صحيح. طيب صوتك جميل يعني. طيب شو رأيك تسمعنا نشيدة؟ نشيدة تعليمية؟ بما إنه طلابك حيشوفوك وحتقول لهم شوفوني على ال فخلينا طيب. هيك نسمع نشيدة. نشيدة. ولا موال؟ سمعكم موال؟ يلا اللي بدك إياه. طيب لفلسطين كمان. يلا. إن شاء الله. طبعاً أنا مش منشد بس هي هواية يعني. يلا بما إنه الأوضاع في فلسطين وفي المسجد الأقصى. أكيد إن شاء الله ربنا برزقنا صلاة فيه قبل الموت. الله أمين يا رب العالمين. هل يابا مريت على فلسطين والقلب مش داري؟ شو عملت وحوش الغدر أني بولادي وبداري؟ هل يابا ونيت ونيت وقوليت يا دمع داري؟ نسيون أخوتنا العرب وتغلقت علينا الأبواب يما. ما شاء الله. الله ما شاء الله. لا مش منشد منشد. لا مش منشد. يعني هذا تواضع ما شاء الله عندك. الله صوتك رائع. يعني هو الإنسان اللي رب العالمين بيعطيه موهبة ويستثمر هاي الموهبة أيضا في إيصال العلم للناس وفي تعليم الطلاب، هذا شيء جميل ورائع. يعني ما راحت الموهبة خسارة صراحة. لا أنا بحاول أستثمر يعني كل المواهب. ما شاء الله. أنا بعرف يعني منشدين خلص بترك كل إشي وبتخصص بالنشيد، فهو بيعتبرها هي مهنة له، لكن أنت استثمرت النشيد في التعليم في صحيح. إنك تتواصل مع الطلاب هذا صحيح. جدا رائع. طيب إحنا أعتقد في شفت وسائل تانية غير هاي الوسيلة كمان موجود. نعم يعني بالمناسبة مشاهدينا الأستاذ أحمد يقضي كل وقته يعني في موضوع التعليم والإعداد، يعني مش إنه بس بيروح وخلص ما بيصدق يغادر مدرسته وإنه بيشتغل لراتب آخر الشهر، لا أبدا، هو بيشتغل وبيروح على بيته كمان بيعد لتاني يوم بدليل هالوسائل اللي مجهزها لطلابه. هاي طبعا هاي مجموعة من الألعاب التعليمية اللي احنا عملناها، سلم وأفعى، في لجداول الضرب، في للجمع والطرح. وين الجمع والطرح؟ مش موجودة. نعم. في لجمع والطرح موجودة، وفي لقراءة الأعداد من 1 لـ 100. جميل. ألعاب جدا مسلية عن طبعا. طريق اللعب. أنا طبعت منها آلاف ووزعناها من خلال حملات ووزعناها للمدارس. نفس هاي الألعاب أنا طابع منهم زي فليكس كبيرة على الأرض. بنعمل نشاطات في المدارس كمان طبعا. كلها تطوعية الحمد جميل. لله. فموضوع الألعاب التعليمية جدا محفز للطلاب. أكيد. كثير كثير خاصة لجداول الضرب، الحمد لله يعني الكل بيستفيدوا من الحصص اللي بنعملها والألعاب التعليمية نعم. اللي بنعملها. أستاذ أحمد، الملل عند الطلاب تحدي كثير كبير جدا، فكيف إحنا نقدر نتغلب على هالملل ونتجاوزه بحيث إنه نقدر نعلمهم عن طريق اللعب وبأساليب جميلة؟ هذا إنجاز صراحة. أكيد أكيد. نعم لله. طيب طموح الأستاذ أحمد وين بده يوديه؟ طموح الأستاذ أحمد والله بكل صراحة يعني في كثير شغلات أنا بطمح لها إن شاء الله، بس أهمهم إنه أكون إنسان مؤثر ما شاء الله يعني إن شاء الله. في ظل اللي إحنا بنشوفه على السوشيال ميديا والشخصيات المشهورة، في منهم كل الاحترام والتقدير لهم، فكرهم هادف، لكن إنه نشوف موضوع تعليمي هادف منتشر بشكل واسع على السوشيال ميديا صعب. صحيح. فهذا هو أكبر تحدي. نعم.
وجهني، والحمد لله يعني قدرنا نتجاوز شوي من المرحلة إن شاء الله بدعمكم وبدعم الجميع المتابعين إن شاء الله. يعني إذا صدقت النية إن شاء الله أكيد ستفلح أكيد أستاذ أكيد أحمد، وبدليل إنك مؤثر إنك اليوم على شاشتنا على شاشة قناة اليمو، أسعدتنا وشرفتنا بحضورك ونتمنى لك التوفيق يا أستاذ أحمد. يعني انتهى وقت حواريتنا، لكن بالتأكيد سيكون لنا إن شاء الله لقاءات قادمة، وأنت قد أصبحت مؤثرا بصورة أكبر إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. شكرا جزيلا لك، تحيتنا للوالد والوالدة، كل الحب، ودام بيتكم عامر إن شاء الله بإذن الله تعالى. إذن مشاهدينا، كانت هذه فقرتنا مع المعلم الذي نريد والأستاذ أحمد أبو شندي. تحية لكل المعلمين، وبالتأكيد في زي الأستاذ أحمد كثر ممن يبدعون في تعليم طلابهم، وممن يعتبر التعليم لديهم رسالة سامية. إذن مشاهدينا، انتظرونا بعد فاصل وفقرتنا حول أكثر ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.